السلام عليكم، مرحبا بك في قناة English with Simo. قبل أن نمر إلى موضوع هذا الفيديو، أود أن أذكرك أن جميع دروس الثانية بكالوريا من الوحدة الأولى إلى الوحدة الأخيرة موجودة في هذه القناة بشكل مفصل، بالإضافة إلى فيديوهات خاصة بالتمارين وكذلك تصحيح امتحانات وطنية سابقة. يمكنك كذلك زيارة موقعي على الأنترنت من أجل الاشتغال على المزيد من التمارين التفاعلية الخاصة بكل درس، أو تحميل وثائق تمارين أو كتب على شكل PDF. ولدعم هذا المحتوى، شارك هذه الدروس مع أصدقائك في مواقع التواصل الاجتماعي وشكرا. السلام عليكم، في هذا الفيديو سأشارك معكم هذا التمرين الذي أنجزه أحد المتابعين في قناتي على اليوتيوب وأرسل لي هذا التمرين من أجل التصحيح. بالنسبة للدرس الذي ينتمي إليه هذا التمرين هو درس The Passive Voice، يعني المبني للمجهول. إذن في هذا التمرين لاحظت أن هناك بعض الأخطاء البسيطة جدا، ولكن ينبغي عليكم أن تتجنبوها في الامتحانات الوطنية، لذلك قررت أن أشارك معكم تصحيح هذا التمرين. إذن بالنسبة للجملة الأولى، She wrote a poem yesterday. أول شيء بالنسبة لpassive voice يجب أن نحدده هو subject، يعني الفاعل. إذن هنا subject، لدينا subject الفاعل، ثم يجب أن نحدد كذلك الفعل. هنا كذلك الفعل هو wrote، ويجب علينا أن نحدد في أي زمن يوجد هذا الفعل. إذن هذا الفعل يوجد في أي زمن؟ يوجد في زمن الماضي simple past. ثم يجب كذلك أن نحدد object، يعني المفعول به. هنا المفعول به هو a poem، إذن سأكتب object أو فقط أو لكي يعني تفهم أنني أتحدث عن object. هنا يعني يمكن أن أكتب verb، أو كذلك يعني V هنا أقصد بها verb، يعني الفعل verb. بالنسبة لS أقصد بها subject. بالنسبة لتحويل هذه الجملة إلى passive voice، يعني إلى المبني المجهول، دائما نبدأ بobject كما تلاحظ. فهذا التلميذ بدأ بالفعل بobject، ثم يتبعه verb to be. ولكن verb to be في أي زمن يجب أن يكون؟ يجب أن يكون في الزمن الذي يوجد فيه هذا الفعل. إذن هذا الفعل يوجد في زمن الماضي. التلميذ كتب هنا was، إذن إجابته هنا صحيحة. إذن لأن نكتب دائما فعل to be أو verb to be في الزمن الذي يوجد فيه هذا الفعل، ثم يتبعه هذا الفعل في ماذا؟ في past participle. إذن past participle فعل write هو written، إذن هذه الإجابة كذلك صحيحة. إذن كان من الممكن أن يتوقف التلميذ هنا وتكون إجابته صحيحة، ولكنه أضاف هذه العبارة by yesterday، وهي الخطأ الذي يوجد في هذه الجملة. إذن لا نقول by yesterday، لأنه كما قلت في passive voice نهتم فقط بsubject، نهتم كذلك بالفعل، ونهتم بالمفعول به object. بالنسبة للمعلومات الأخرى فقد تبقى معلومات إضافية، لأن هنا by yesterday تعني من طرف البارحة، كأن التلميذ قال أن يعني قصيدة كتبت من طرف البارحة. إذن ليس هناك داعي لأن تكتب by yesterday. يمكن أن تكتب by her، يعني من طرفها، ولكن ليست هناك الحاجة لكتابة يعني by her. يعني يمكن لك أن تتوقف هنا وتكون إجابتك صحيحة. إذن دائما في الجمل حدد الفاعل، حدد الفعل، وحدد المفعول به. بالنسبة للمعلومات الأخرى فهي تبقى معلومات إضافية فقط، لن تحتاج إليها لتحويل الجملة إلى المبني للمجهول. إذن هذا فيما يخص الجملة الأولى، أعتقد أن الإجابة واضحة جدا. الآن سنمر إلى الجملة الثانية. إذن بالنسبة للجملة الثانية، they built a huge hospital in the city center. Good. إذن مرة أخرى يجب أن نحدد أين هو الفاعل. أولا الفاعل، هذا هو الفاعل subject، ثم يجب علينا كذلك أن نحدد الفعل. الفعل هنا هو built، وفي أي زمن يوجد؟ يوجد في زمن الماضي built، في زمن الماضي. ثم they built what، يعني بنوا ماذا؟ بنوا a huge hospital، يعني a huge hospital كلها فهي object، يعني المفعول به. إذن كما دعني أضعها في إطار حتى تتضح لك الأمور أكثر. إذن a huge hospital هو object. إذن بالنسبة للمعلومات الأخرى كما قلت، هذه المعلومات يعني in this city center، هذه فقط معلومات إضافية لن تحتاج إليها، لأننا دائما نهتم فقط بالسبجكت، نهتم كذلك بالفعل، ونهتم بالمفعول به. إذن التلميذ هنا يجب أن يبدأ بالمفعول به. دعنا نلاحظ هل بدأ بالمفعول به. نعم، قال a huge hospital، يعني بدأ بالمفعول به. إذن إلى هنا إجابته صحيحة، ولكن هنا وضع يعني في أي زمن يوجد هذا الفعل؟ فعل built يوجد في زمن الماضي، ولكن هنا التلميذ وضع where. لماذا وضع where؟ where هنا فهي إجابة خاطئة. بالفعل وضع verb to be في زمن الماضي، ولكن الخطأ هنا أنه كان عليه أن يكتب was. لماذا was؟ لأن huge hospital
يعني فهو مفرد. لو كان مثلا huge hospitals، لو كان هنا S يعني huge hospitals، يعني يمكن أن نكتب where، ولكن بما أنه huge hospital يعني مستشفى واحد، يجب أن نكتب فقط was لأننا نتحدث عن المفرد. إذن هنا where فهي إجابة خاطئة، يجب أن نكتب was بدل where. ثم past participle فعل built، هو built يعني هذه إجابة صحيحة. In the city center يعني الإجابة كلها صحيحة، إلا في هذا الفعل verb to be يجب أن يكون was وليس were، لأن hospital فهي مفرد. الآن سنمر إلى الجملة الموالية، يعني الجملة رقم 3. The president has visited many areas in the country. مرة أخرى يجب دائما أن نحدد أين هو السبجكت، يعني الفاعل هو the president، ثم يجب كذلك أن نحدد الفعل. الفعل هنا هو has visited، في أي زمن يوجد؟ يوجد في زمن present perfect. ثم المفعول به هو بقية الجملة many areas، أو فقط many areas يعني الكثير من المناطق. بالنسبة لي in the country هذه فقط يعني معلومات إضافية لن نحتاج إليها، كما قلت، لأننا نهتم فقط بالسبجكت الفاعل verb المفعول به وobject يعني أعتذر الفاعل subject والفعل the verb ثم المفعول به object. بالنسبة للإجابة many areas، يعني التلميذ هنا بالفعل بدأ بالمفعول به كما تلاحظ، قال many areas، يعني إجابته إلى هنا صحيحة. ثم يجب عليه أن يضع verb to be في زمن present perfect، إذن كتب هنا has been يعني إجابته صحيحة. ثم verb visit في past participle هو visited يعني صحيحة، وكما تلاحظ هنا قال by the president يعني من طرف الرئيس، يعني الكثير من المناطق تمت زيارتها من طرف الرئيس، إذن هنا إجابته صحيحة. كان من الممكن أن يتوقف هنا ولكن أضاف in the country، يعني إجابته كذلك تبقى صحيحة. إذن هذه الجملة رقم 3 فهي صحيحة، لا يوجد فيها أي خطأ. الآن سنمر إلى الجملة رقم 4. إذن بالنسبة للجملة رقم 4، I was cooking dinner when the light went off 2 days ago. كالعادة يجب علينا أن نحدد أين هو subject يعني الفاعل، الفاعل هنا هو I، ثم يجب كذلك أن نحدد الفعل، الفعل هو was cooking، وفي أي زمن يوجد؟ يوجد في زمن past continuous، was cooking past continuous. هذا يعني أنه يجب أن نضع verb to be في past continuous عندما سنحول هذه الجملة إلى passive voice. ثم المفعول به هو dinner، يعني كنت أعد العشاء، dinner تعني العشاء. When the light went off 2 days ago، كل هذه تبقى معلومات إضافية، لأنه كما قلت دائما نهتم فقط بالسبجكت الفاعل، ثم verb الفعل، ثم object المفعول به. إذن كل هذه المعلومات تبقى فقط معلومات إضافية. الآن سنرى إجابة التلميذ، هل بدأ بobject؟ نعم، فهو بدأ بobject كما تشاهد هنا، كتب dinner. ثم الفعل verb to be يجب أن يضعه في زمن past continuous، لأن الفعل هنا يوجد في past continuous، إذن كتب was being، إذن إجابته هنا كذلك صحيحة. ثم verb cook يجب أن يكون في past participle، إذن هنا وضع verb cook في past participle، كما تلاحظ أضاف له ed لأن الأفعال العادية نضيف لها فقط ed، إذن إلى هنا إجابة التلميذ صحيحة. ولكن هنا كتب by the light went off 2 days ago، وهذه ليست جملة صحيحة. لذلك قلت دائما في الامتحانات الوطنية يمكن لك دائما فقط أن تكتب المفعول به object. أصلا في الامتحان الوطني يعطوكم المفعول به ويترك لكم الفراغ لتتمموا، يعني فقط اكتب verb to be في الزمن الذي يوجد فيه الفعل الرئيسي، ثم الفعل الرئيسي في past participle. إذن كان من الممكن أن يتوقف التلميذ هنا وتكون إجابته صحيحة، ولكنه أضاف هذه العبارة by the lights، يعني قال من طرف الضوء، يعني كأنه قال العشاء أعد من طرف الضوء، لأن by تعني من طرف. إذن هذه الإجابة خاطئة، إذن هذا ما جعل إجابته خاطئة. إذن كان عليه أن يتوقف هنا وتكون إجابته صحيحة، ولكنه أضاف هذه المعلومات ويعني جعل جملته خاطئة. إذن كان من الممكن مثلا أن يقول by me يعني من طرفي، وهنا ستكون إجابته صحيحة.
لو قال by me وأتمم الجملة when the light went off 2 days ago أنا ذاك ستكون إجابته صحيحة. لذلك قلت في الامتحانات الوطنية يعني يمكن لكم دائما أن تتوقفوا هنا وتحصلوا على نقطة لأن إجابتكم تبقى صحيحة. إذن هذا التلميذ فإجابته هنا فهي خاطئة لأنه أضاف هذه العبارة وارتكب هذا الخطأ، مما يعني أنه لا يعرف كيف يحول الجمل من active voice المبني للمعلوم إلى passive voice المبني للمجهول. الآن سنمر إلى الجملة الخامسة. إذن بالنسبة للجملة رقم 5 Muslims visit Mecca every year. مرة أخرى يجب أن نحدد الفاعل، أولا هو Muslims، إذن سأكتب هنا S يعني subject، ثم يجب أن نحدد الفعل. مرة أخرى الفعل هو visit وهو يوجد في أي زمن؟ يوجد في زمن simple present. إذن يجب أن نضع verb to be في زمن simple present عندما سنحول هذه الجملة إلى المبني للمجهول passive voice. ثم Mecca هذا هو object يعني المفعول به. بالنسبة لعبارة every year التي تعني كل سنة فهي كما قلت دائما تبقى معلومات إضافية. الآن سنرى الإجابة يعني إجابة هذا التلميذ. إذن أولا هنا بدأ بالمفعول به يعني إجابته صحيحة مكة، ثم الفعل هنا في أي زمن يوجد؟ يوجد في زمن simple present يعني زمن الحاضر. إذن هنا وضع الفعل to be في زمن الحاضر، إذن إجابته صحيحة is، ثم فعل visit في past participle هو فعل عادي جدا يعني وضع visited وأضاف له يعني ed لأن الأفعال العادية نضيف لها دائما ed، إذن إجابته صحيحة. ثم قال by Muslims يعني من طرف المسلمون every year يعني كل سنة، إذن إجابته هنا صحيحة. ولكن لو قال مثلا by every year أنذاك ستكون إجابته صحيحة لأن by تعني من طرف، إذن مكة يعني يزورها أو تزور من طرف المسلمون. هذه الترجمة ليست حقيقية ولكن من طبيعة الحال فإجابته هنا عندما قال by Muslims لأن by يجب أن يتبعها subject الجملة في المبني للمعلوم. ولكن كما قلت يمكن لكم أن تتوقفوا هنا يعني مكة is visited وتكون ستكون إجابتك صحيحة في الامتحان الوطني. إذن هذا فيما يخص هذا التمرين، يعني أريد فقط أن أوضح لكم بعض الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ عندما يحولون الجمل من المبني للمعلوم active voice إلى المبني للمجهول passive voice. إذن أتمنى أنكم قد استفدتم من الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو، شكرا لكم على المتابعة وأتمنى لكم كل التوفيق.